هكذا بدت العاصمة الليبية طرابلس صباح الأحد، حيث تسمع طلقات الدفاعات الأرضية ضد طائرات التحالف. ورغم أن العمليات العسكرية التي نفذتها طائرات التحالف يوم أمس كانت تهدف إلى تعطيل منظومة سلاح الجو التابعة للعقيد معمر القذافي، إلا أنه من السابق لأوانه التكهن بأثر ذلك على قدرات الزعيم الليبي وقواته الأرضية في الرد على تلك الضربات. القوات الأمريكية والبريطانية أطلقت في الجولة الأولى مساء السبت أكثر من 100 صاروخ من طراز توماهوك على أهداف داخل ليبيا. رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون وصف عمليات الجيش البريطاني بالشرعية والضرورية والقانونية. القوات البريطانية تشارك الليلة في العمليات العسكرية في سماء ليبيا إلى جانب قوات التحالف الدولي لفرض إرادة الأمم المتحدة وحماية الشعب الليبي. لقد شهدنا الوحشية التي استخدمها العقيد القذافي ضد شعبه، وعوضا عن التزامه بوقف إطلاق النار الذي أعلن عنه قام بتصعيد الهجمات التي شاهدناها جميعا. ما نقوم به هو ضروري وقانوني وصحيح. تساند الولايات المتحدة هذه العمليات بقوة، وهي تؤكد أنها جزء من تحالف دولي واسع يلبي نداء الشعب الليبي. فوضت الجيش الأمريكي اليوم المشاركة في عملية عسكرية محدودة في ليبيا لمساعدة الجهود الدولية الرامية إلى حماية المدنيين الليبيين. في أول رد فعل له على القصف الجوي الغربي، اعتبر القذافي أن منطقة البحر المتوسط وشمال أفريقيا باتت من الآن فصاعداً ساحة حرب. ستكون الأهداف البحرية والجوية عسكرية أو مدنية معرضة لخطر حقيقي في البحر المتوسط، حيث إن منطقة البحر المتوسط وشمال أفريقيا صارت بفعل هذا العدوان العسكري السافر وهذا التصرف غير المسؤول صارت ميدان حرب فعلية، وإن مصالح الدول ستتعرض للخطر اعتبارا من الآن. ويقول التلفزيون الليبي أن أكثر من 48 شخصا قتلوا وجرح أكثر من 100 في تلك الغارات، كما طالبت الحكومة الليبية بإيفاد لجنة لتقصي الحقائق. ورغم صعوبة لجوء سكان العاصمة طرابلس والمناطق التي تسيطر عليها القوات الحكومية إلى مناطق آمنة، فإن كثيرا من المواطنين في البلدات والقرى المحيطة ببنغازي يبحثون عن ملاذ آمن لهم بعيدا عن هجمات القوات الحكومية الليبية، هجمات يبدو أنها ما زالت مستمرة رغم أن الطائرات الفرنسية استهدفت الآليات العسكرية التابعة للقذافي في المناطق القريبة من بنغازي عند بدء العمليات العسكرية ظهر أمس. نوال أسعد، BBC.